دكتورة ليلى عبد العزيز آل إسحاق، طبيب نفسي، أنا من الجيش الأبيض. الطبيب النفسي يساعد المريض على معرفة أسباب المرض ماله، سواء كان مرض نفسي أو مرض عقلي. يساعد المريض على معرفة إمكانياته وقدراته الداخلية بحيث يمكنه استغلالها وتوصل إلى حالة من التوازن النفسي والاجتماعي. زاد العبء كثيرا على قسم الطب النفسي، لأن مع الكورونا أو الكوفيد-19 الكثير من الناس الحين لديهم مخاوف مرضية من حيث القلق، التوتر، الاكتئاب، عدم القدرة على النوم بشكل طبيعي، عدم القدرة حتى على ممارسة حياتهم وروتينهم الطبيعي بشكل يومي. بدأنا الحين بخطة الهيلب لاين يوميا من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 10 مساء مع فريق عمل كامل من الأخصائيين النفسيين. مهنة الطب هي أرقى وأنبل وأسمى مهنة على مستوى التاريخ، وهو شرف، لأن الطبيب لما يتخرج يعني يشعر بالفخر والاعتزاز أنه وصل إلى هذه المرحلة. أعتقد في الوقت الحالي مع أزمة الكوفيد-19 ظهرت حاجتنا الملحة للكثير من الأطباء في جميع التخصصات الطبية، لذلك أنا أشجع كل الأسر وأشجع الشباب والبنات لدراسة مجالات الطب المختلفة. هو فخر أشعر به أنه تخرجت ودرست الطب البشري، وإلى الآن يعني أخدم بلدي وأخدم مرضاي هنا في قطر. ننظر لهذا الشيء بنظرة إيجابية، ونعتبر من أزمة الكوفيد-19 هي نقطة الانطلاق. إن شاء الله رح نجتاز هاي المحنة ونتغلب عليها بفضل الجهود المتفانية.